ما الفائدة من حديث إزار المسلم؟ لعله يقصد حديث تكسير الإزار، يعني تلبس إزار قصير. قال ما الفائدة؟ الفائدة ده أنا ما بعرفها، أنا بعرف إنه النبي قال قصروا. بعد ثاني أنت عرفت الفائدة ولا ما عرفتها؟ أنت كعبد لله ما شرط تعرف الفوائد، ما شرط، فهمت؟ ما شرط. لو عرفت الفائدة دي زيادة علم، ربنا أداك علم زيادة كويس. ما عرفتها أنت مش عبد لله؟ الله قال لك البس قصير، تقول له ليه أنا بستفيد شنو؟ ما بتستفيد، بس البس قصير أي حلة تستفيد يعني؟ ما هو تعرف الدين ده لو انت جيت تفسره لي تقول لي انا بستفيد منها شنو دي ودي ما بستفيد منها شنو، انت كده حتقع في الغلط وحتقع في عدم التسليم لله. كده ربنا قال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ما تقول تغالب، تقول الفائده شنو والفائده شنو. انت لما تقرا حديث ابي سعيد رضي الله عنه، ده الحديث اللي بيفصل الموضوع ده تمام، حديث ابي سعيد سنن ابي داود، قال ازار المسلم الى انصاف ساقيه، يعني مفترض يكون فوق شويه، ما زي حقنا ده، حقنا نازل تحت شويه، فوق الى انصاف ساقيه. قال نص الساق ما بتعرفه؟ نص الساق ساقك يسمه على اثنين، من الركبه لحد الكعب هنا اقسم على اثنين في النص. قال الى انصاف ساقيه، قال ولا حرج، يعني ده مباح بجوز، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، يعني ما في حرج بين نص الساق لحد الكعب، ما في حرج، يعني بجوز، فهمت؟ انت لو زول دينك كارب وقوي ارفع فوق، بقيت مرخرخ شويه كده زي انا نزل وتحت حبه كده بجوز، ما في حاجه، ارخي حبه كده ده لحد هنا ما في مشكله. قال ولا حظ للإزار في الكعبين، ده بس بشرط الإزار ما يحبش الكعب، ها فوق. قال ده الحكم الثالث، وما أسفل من الكعبين ففي النار. نزلت النار شنو؟ أنت قال الهدم، هدم بتاع شنو؟ بتاع عريان بعدين، ما هدم في النار، يعني الجزء ده في النار منك أنت، ما له شنو الهدوم؟ الزاني بذنبك أنت، فهمت؟ ما أسفل من الكعبين نزل تحت في النار. قال ده الحكم نمرة أربعة، قال ومن جر ثوبه خيلاء، المتكبر ده براو كمان، لأنه في ناس بيربط لك التكبر مع الإزار، يقول لك لا أنا ما متكبر يا مولانا، يا أخي والله إحنا ما متكبرين بس بنزل وساير، لا لا لا، متكبر ده موضوع براو، نزلت وساير حرام، لكن متكبر. قال ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، ده كمان عقوبته كبيرة، ده ذنب من الكبائر. لو متكبر يعني واحد بيتجدع كده ولابس سكينة وتلقاه ماشي لك مشية غريبة كده، ده قال لم ينظر الله إليه. عشان كده ذول يا اخواننا اعمل حساب. وانت كمان في ناس مشكلتهم ما مع القصير ده، القصير ده ما عندهم معه مشكلة، يعني ممكن الواحد يعمله قصير. هسه ما في شباب بيلبسوا برمودا، انت بتعرف البرمودا؟ هيني فوق جنب الركبة تلقى لابسة وماشي بصفر في الشارع، شيت شيت زول سالوا ما في، ما الناس ما عندها مشكلة مع القصير، لكن انت عارف المشكلة. وانا بوريك ليه القصير ده بدل على عقيدة، انت عارف دي. بس الناس الليلة لو واحد سألك قال لك اسمع ده شنو ده القصير ده شنو ده، قلت له لا لا برمودا سايا، يقول لك لا لا كويس ما في حاجة. هو مشكلته ما مع القصر، خد بالك، ما في واحدين لابسين اردي هسه والعالم ده كله بحبهم، وده لابس الباس يا ريته كان قصير، ده الباسيني والعالم ده كله تلقاه بحبه، يقول لك ميسي، يا سلام يا اخي ده سيده، يقول لك وده لابس الباس، انت ما قلت نحن لابسين قصير؟ هي القضيه، خد بالك معي، القضيه ما قصير وطويل، القضيه انه قصره ده بدل على شنو؟ ده بدل على انه الزول ده ما بيقتنع بالاولياء. مما تقول له ننادي البرعي وتحسونا تلحقنا، يقول لك ايوه بس دي اللخبطه اللي احنا ما بتنفع معانا، لانه القصر ده مربوط بفهم معين، انه زول ده ما صوفي، وانه زول ده عنده راي في الصوفيه وعنده راي في شيوخ الصوفيه، ده الشيء اللي بيخلي الناس يكرهوا القصر ذاته،
عشان كده المسألة دي في النهاية قصر الإزار عندهم علامة على العقيدة. وانت اعرف الولاء والبراء على العقيدة ما على القصير طويل. ونحن ذاته أصلا احنا كسلفيين عندنا الولاء والبراء على العقيدة ما على البنطلون طويل ولا قصير. عارف المعلومة دي برضو؟ ما ده حرام، هاي احنا عارفين انه حرام. والمؤمن يحب ويبغض على قدر ما عنده من الطاعة والمعصية وكده، دي ماذا احنا عارفينها. لكن انا اول ما القاك جلابيتك طويلة جارة في الوطة من بعيد كده ممكن ما اطمئن، يا ربي ده صوفي ولا ما صوفي؟ انا بكون محتار ذاتي. اول ما مثلا نجي الاقيك اسلم عليك، ازيك يا فلان كيف حالك والله؟ اها تقول لي يا اخي والله في صوفي بليد ده جاي قفلها معانا. ايوه طوال انا بتكيف منك، لانه بعرف انه طول البنطلون بتاعك ما مربوط بالعقيده. انت جلابيتك طويله لكن عقيدتك نظيفه، ده زول انا ذاته بيطوله ده. ليه؟ لانه الولاء والبراء يا اخواننا اصلا على شنو؟ على العقيده، على العقيده في الاصل. بعد ذاك ثاني باقي الاشياء دي بتجي تبع للعقيده. وبالتالي انت افهم من المساله دي انه مساله الازار بالتفصيل المعروف اللي ذكرناه. في ثاني يا اخواننا بقيت اسئله، الزمن ما بكفينا، نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.